الآب والابن والروح القدس تحل عليه نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. زي ما احنا اتفقنا ان احنا كل يوم سبت بناخد تأمل على إنجيل يوم الحد في الخمسين، وقلنا مع بعض كده ان الحد الأولاني اللي هو أحد توما، وقلنا الكنيسة مسمياه الإيمان الحي، والحد اللي فات كان الخبز الحي، والنهاردة الماء الحي. هنقرأ مع بعض من إنجيل معلمنا يوحنا البشير الأصحاح الرابع، بركاته علينا أمين. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعم التلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني الأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياة ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، من أين لك الماء الحي؟ لعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه موشيه. أجاب يسوع كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الله الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلم انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. فخرجوا من المدينة وآتوا إليه. في أثناء ذلك سأله تلاميذه يا معلم كل، فقال لهم أنا لي طعام لا أكل لستم تعرفونه وأنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألا أحد أتاه، لعل أحدا أتاه بشيء ليأكل. قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون أنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا عنكم
وانظر الحقول انها قد غضت الحصاد، والحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمر الحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لانه في هذا يصدر القول ان واحدا يزرع واخر يحصد. انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، اخرون تعبوا وانتم قد دخلتوا على تعبهم. امن به من تلك المدينه كثيرون من الثامريين بسبب كلام المراه التي كانت تشهد انه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء اليه الثامريون سالوه ان يمكث عندهم فمكث هناك يومين، فامن به اكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمراه اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لان نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقه المسيح مخلص العالم. انا عارف طبعا ان هذا اللقاء العظيم الخالد بين سيد المسيح والمراه السامريه، هذا اللقاء الحقيقه ابائنا قديسين تكلموا فيه كتير وقدموا لنا كتير قوي من التفاسير والتاملات الجميله، لكن احنا النهارده بنركز على جزء واحد، رغم ان انا هحكي بسرعه، بنركز على حته واحده اللي هي قال لها ايه، لما كل من يشرب من هذا من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ينبع ماء ينبع الى حياه ابديه. هيئه انتوا عارفين قصه المراه السامريه وقد ايه هي كانت هربانه من الناس المجتمع كله ورايحه يعني في وقت غير مناسب ابدا علشان تملى ميه من البئر اللي جه السيد المسيح وقعد هناك على البئر. وطبعا اللي عارفين طبعا انها كانت سمعتها مش كويسه وكانت مش عايزه حد يشوفها من الناس، وعشان كده رايحه في ساعه صعبة جدا في عز النهار في الساعة السادسة من النهار يعني الساعة 12 الظهر، ورايح عشان تملى الجرة بتاعتها وتمشي. السيد المسيح قبلها كان قاعد مستني منتظرها، ويعني ويقول لنا كده انه كان لابد له ان يجتاز السامرة. كان ممكن يبقى في طريق تاني يمشي منه السيد المسيح، لكن هو لما قال كان لابد له ان يجتاز السامرة، يوحنا حبيبي يقول لنا كان لابد ان يجتاز السامرة، كان لابد ان يجتاز السامرة عشان المراه السامريه فعلا، لان هو طبعا قبل كده جاي يدخل السامره فاهل السامره منعوه من الدخول، فاثنين من التلاميذ قالوا له يعني معقوله دي؟ ده انت ممكن يعني بالسلطان اللي عندك تطلب نار من السماء تحرق البلد اللي فيها. رد عليهم المسيح قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما. طبعا السيد المسيح كان عايز يقول لهم انا ليا صيت كبير قوي قوي في البلاد دي، ولازم هيحصل وقت ان انا اكون هناك. عشان كده يقول لنا كده يوحنا قديس يوحنا كان لابد له ان يجتاز السامره، مش لانه هو ده الطريق الوحيد، لا، لان الطريق ده هو اللي هيقابل فيه المراه السامريه اللي من صخار. العجيبه بقى ان القصه دي واللقاء الخالد الجميل دون يعني بيقدم لنا مجموعة كده من الدروس الروحية الجميلة المستفادة اللي احنا ممكن نستفيد منها كتير حقيقة. قد ايه سيد المسيح بالتواضع بتاعه، يعني حتى يقول لك لما تعب يقول لك جلس هكذا على البئر، ما كانش شغله أي حاجة غير توبة هذه المرأة وتوبة هذا الشعب، عشان كده يقول لنا كده جلس هكذا على البئر بدون ما يدي اي اعتبار لاي حاجه، لدرجه ان التلاميذ لما رجعوا قالوا له كده، قالوا له معقوله لقوه كده بيتكلم مع واحده ومن السامره؟ معقوله دي ان السيد بيتكلم مع واحده من السامره؟ هي طبعا قالت له برضه نفس الكلام لما قال لها اعطيني لاشرب، فقالت له كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي
وأنا امرأة سامرية واليهود لا يعاملون السامريين. وكان ردها سخيف، لكن السيد المسيح بالتواضع الجم بتاعه، لأنه عايز يدخل أعماق هذه المرأة، وعايز يخليها تقدم توبة عن خطاياها، زي ما بيحاول معانا كلنا، مع كل واحد فينا وكل واحدة فينا. صدقوني ربنا بيحاول معانا بأساليب مختلفة عشان نقدم توبة وعلشان نرجع. ويمكن الظروف اللي احنا فيها دي وقعدتنا في البيوت والخلوة اللي احنا واخدينها دي، يعني صدقوني الهدف منها ان احنا نرجع نقدم توبة لربنا. وانا صدقوني العجيبة ان انا لسه شايف ناس كتيرة واخد الموضوع بتهريج، على قد ما الكل مرعوب والكل خايف والكل حاسس ان في خطورة عليه، لكن الحقيقة رغم كده ان الناس واخد الموضوعات بلا مبالاة، بلا مبالاة روحيا. يمكن هم خايفين ومرعوبين من الموت وخايفين من الكورونا وخايفين ان يصابوا وخايفين ان يموتوا، لكن المشكلة انهم ايه، بره القصة خالص، بره ان هم يتوبوا، بره ان هم يعترفوا، بره ان هم يراجعوا نفسهم، لا برضو السلوك هو هو والتصرفات هي هي. عشان كده صدقوني النهاردة يمكن الرسالة اللي ربنا بعتها لنا، الرسالة اللي ربنا بعتها لنا النهاردة عن طريق قصة هذه المرأة السامرية، سيد المسيح يمشي مشوار كبير قوي ويقعد هكذا على البئر، زي ما بيقول لنا أبائنا القديسين كده، إن بدون أي اهتمام لأي اعتبار لأي حاجة، غير أنه عايز هذه المرأة الخاطية جدا الشريرة جدا تتوب، اللي دورت أنها تشبع من ماء هذا العالم لكن مفيش فايدة، تشبع بأسلوبها، تتجوز واحد وتتجوز الثاني وتتجوز الثالث وتتجوز الرابع وتتجوز الخامس وتعيش مع واحد مش متجوزاه، ولكن مفيش شبع، مفيش شبع. وهي فعلا ماء هذا العالم كده، ماء هذا العالم لا يشبع انسان، الجنس لا يشبع انسان ابدا ابدا ابدا، غير ان يورثه للخطيه وللشر وللدمار وللخراب وللبهدله وكل حاجة. على رأي الوعظ الصعيدي الجميل اللي كان بيقول كده، الخطية بتعمل ايه؟ قال لك ايه؟ تفلس وتجرس وتنكس الراس، تفلس وتجرس وتنكس الراس. تعالوا شوفوا بقى ايه نوع تاني، يعني اذا كان الجنس من ضمن ماء هذا العالم اللي كتير قوي بيجروا وراه ويحاولوا يشربوا منه ولا يمكن يشبعهم ابدا، وبيورطهم في مشاكل كتيره جدا، في ايضا ايه عندنا بقى هذا العالم ايضا، يعني المخدرات والخمور والدراجز المختلفه بانواعها المختلفه والشيشه والجوزه والتدخين وكل هذه الامور، مالكم ازاي برضو بتوصل لطريق مسدود وبتخرب المخ وبتخرب البيوت وبتدمر الدنيا. صدقوني ياما الواحد يمكن الاباء في جعبتهم موضوعات كتيره قوي قوي عن اللي بيدمنوا، وبيحاولوا يلموهم باسلوب او باخر ويدخلوهم مستشفى ومصحه مره واثنين وثلاثه وبيرجعوا تاني اللي بيعملوه. انا فاكر ولد من الولاد، الولد ابن ناس قوي ومحترم قوي، كان في مصر، وللأسف الشديد يعني الأسرة كلها أسرة خادمة حلوة، لكن الولد بالذات طلع من المعاشرات الرضية اللي بتفسد أخلاق الجيدة، الولد ابتدى يدمن، وكان يعيني يدخل الكنيسة متسحب كده عشان يستعطي، ياخد له جنيه ولا اتنين ولا عشرة ولا حاجة ويقول أي سبب ياخدهم ويطلع يجري عشان يشتري أي حاجة بتاع. درجة دخل المستشفى مرة اثنين وثلاثة، وبعدين اتسجن وخرج من السجن، وللأسف الشديد يجوزوه بنت كويسة قوي وبنت ناس كويسين قوي، لأن العيلة أصلا عيلة كويسة،
والبنت لأنها بنت كويسة ومحترمة حاولت تحافظ عليه وتحافظ على بيتها، لكن للأسف الشديد يبيع عفش البيت مرة واثنين وثلاثة، والبنت تيجي تلجأ للكنيسة، الكنيسة تاخدها في حضنها هي وعيالها، لغاية لما باسم الصليب يعني عيال كبروا وبقوا كويسين، لكن هو لسه برضو في اللي هو فيه. صدقوني حاجة غريبة جدا جدا إن دي أمور، يعني هي دي مياه هذا العالم، دي مياه هذا العالم التي لا تشبع إنسان، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. يا من ناس وصلوا لأعلى درجات الشهرة، واحد وصل درجة شهرة عالية جدا جدا وفي الآخر انتحر، وبعدين كتب رسالة بيقول إيه، بيقول إيه بعد يعني قبل ما ينتحر كتب رسالة بيقول إن أنا رغم إن أنا وصلت للشهرة دي كلها، لكن أنا لقيت نفسي برضو ناقصني حاجة مهمة جدا جدا ومش قادر أوصل لها. عشان كده أنا فكرت إن أنا لازم أنهي حياتي، وفعلا راح انتحر وانتهى ومات. صدقوني يعني ما هذا العالم ما أكثره، ممكن يبقى الشهرة، ممكن يبقى المال، ممكن يبقى الجنس، ممكن تبقى المخدرات، ممكن تبقى الذات والأنا، ممكن كتير 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 ما هذا العالم. وياما ياما يعني ناس شربت من ماء هذا العالم لكن لم ترتوي أبدا أبدا أبدا. واحد من اللي قعدوا يشربوا وبيحكي بيقول يا جماعة صدقوني لقى إنه يعني لقى حد بيتكلم يقول لك إيه، يشربون من أجل السعادة ولا يسعدون، يشربون من أجل السرور ويصيرون تعساء، يشربون من أجل أن يكونوا اجتماعيين فيصيروا من محب الجدال، يشربون من أجل الصداقة فيصير لهم أعداء، يشربون من أجل النوم فيستيقظون بلا راحة، يشربون من أجل القوة ينتابهم الضعف، يشربون ظن في الشرب صحة فإذا بهم مرضى، يشربون من أجل الاسترخاء فينتابهم الترنح والارتعاش، يشربون من أجل الشجاعة فينتابهم الذعر والخوف، يشربون من أجل الثقة بالنفس فتنتابهم الشك، يشربون من أجل حسن المحادثة فيتلعثموا في الكلام، يشربون من أجل النسيان فيلزمهم التفكير، يشربون من أجل الحرية فإذا بهم عبيد، يشربون من أجل التناسل مشاكل فإذا بها تتضاعف، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. عشان كده تدعوني يعني عايز أقول لكم يعني ناس القدام العلماء الفلاسفة القدام، واحد زي كارل ماركس يقول إيه، عطش الإنسان الداخلي الأساسي هو إلى الأشياء المادية، وفرويد يقول لنا كده أعظم عطش للإنسان هو إلى الجنس، إنما الكلام المقدس يقول لنا كده عطش الإنسان الأساسي هو إلى الله، كما يشتاق الإير إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله. شوفوا بقى الأيائل دي بيعملوا إيه، الأيائل دول بيبقوا في الصحراء وبيبقوا عطشانين جدا جدا جدا، وبيجروا يدوروا على مية ويشوفوا من بعيد السراب الانعكاسات بتاعت الشمس متهيأ لهم ان في مية، يجروا علشان يوصلوا عشان يشربوا مية، نهار لما يوصلوا ما يلاقوش. النهارده يشوف المزمور يقول لنا كده، كما يشتاق الإيل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله، عطشت نفسي الى الله. قديس أغسطينوس يقول لنا كده، خلقت نفوسنا لك يا الله ولن تهدأ إلى أن تجد راحتها فيه. عشان كده سيد المسيح في الموعظة على الجبل يقول لنا كده، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. أشعياء النبي يقول لنا كده، أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والسيد المسيح يوضح
ازاي نيجي عند الميه يقول لنا كده تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. عايز اقول لكم اذا كنا بنقول قد ايه ان مياه هذا العالم كلها انها يعني بتؤدي للخراب وتؤدي للدمار ولا تشبع انسان، طب نعمل ايه؟ نشرب من ماء المسيح، نشرب من ماء الحي. قال لهم انا هو الماء الحي. الماء الحي اللي هو ايه؟ الصلاة، كتاب مقدس، حياة التوبة الحقيقية، العلاقة الجميلة اللي مع ربنا، سماع صوت ربنا باستمرار، هو ده شرب الماء الحي. على رأي واحد التأمل يقول لنا كده ايه؟ بحثت عن السعادة الحقيقية فلم أجد، بحثت عن السلام الحقيقي فلم أجد، بحثت عن القوة فلم أجد، ولكنني وجدت الله ومعه وجدت هذه الثلاثة. الشبع الحقيقي يكمن في علاقتنا بيسوع. عشان كده يقول لك الماء الذي يعطيه يصير فيه ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية. خلي بالك عايز أقول لك إيه، يقول لنا الماء الذي يعطيه يصير فيه ينبوع، يعني مش كوباية مية، لا ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية، يعني ولا حتى خزان، لا ينبوع أو نفورة مية. يقول لك إيه، لذلك قال إن عطش أحد إلي فليقبل إلي ويشرب، من آمن به كما قال الكتاب تجري إيه؟ من بطنه أنهار ماء حي. الماء الذي يعطيه يصير فيه ينبوع ماء، ينبع إلى حياة أبدية. يا ريت ربنا يدينا نعمة فعلا فعلا، يعني كل من يشرب من هذا الماء ماذا هذا العالم يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، فلن يعطش إلى الأبد. ديك شفتوا قد إيه صدقوني اللي بيجرى ورا الخطية. وإحنا أحيانا على فكرة نشغل نفسنا بموضوعات كتيرة وننسى الموضوع الأساسي، نشغل نفسنا باهتمامات بره الموضوع وننسى الموضوع الأساسي اللي هو يعني كده إيه، يدينا الماء الحي، يدينا إن إحنا في شركة مع ربنا يسوع المسيح، يدينا إن إحنا نعيش توبة حقيقية. يقولون لنا كده، كنا كده مرة كان في بلد من البلاد، قرية من القرى كده فيها بئر مية، والناس اتعودت تروح تاخد بركة من بئر المية ده، يروح ياخدوا مية بركة، يروح اللي عيان يخف، اللي عايز ياخد بركة ياخد شط مية لبيته وهكذا. ابتدت الناس عشان تاخد البركة دي تبني حوالين البئر ده، يبنوا بقى بيوت، وراحوا بقى ايه، طبعا الناس كلها عملت تيجي بنوا مدينة، وراح واحد بقى عمل اوتيل ضخم جدا جدا جدا. وبعدين للأسف الشديد الناس تيجي تدور على بئر المية، راح فين بئر المية؟ لا، الناس انشغلت عن بئر المية. احيانا بننشغل عن موضوعات يعني بحاجات كتيرة قوي قوي في كل حاجة، حتى بالخدمة ننشغل بموضوعات كتيرة بأفكار كتيرة بمشروعات كتيرة وننسى الموضوع الأساسي اللي هو خلاص نفوسنا. الماء الحي، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما من أن يشرب من الماء الذي أعطيه فلن يعطش إلى الأبد. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من هذا الماء، من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، ولربنا المجد دائما أبديا أمين. أنا عارف إن أبونا ماركا هيدخل دلوقتي عشان هيتكلم في موضوع تاني.